ان حضرتك تنتمي لتيار الاخوان. طيب القنوات الفضائيه سبب ايه ان هم اتهامي ان انا انتمي لتيار الاخوان؟ اولا الاخوان وعنصرهم للاسف اكتر عائق كان بيقابلوني في الدعايه الانتخابيه. لما كنا بنتحرك باوراق الدعايه الانتخابيه في الفتره الانتخابيه كانوا اكتر ناس بياخدوا الورق ويقطعوه، واكتر ناس كانوا بيحولنا بينه وبين الناس اللي نتكلم مع الناس، لانهم خايفين ان يبرز دور قوي للمعارضه ينحي دور الاخوان الموجود. احنا اتحركنا واتكلمنا. سبب ايه بالظبط او اتهامي بالسبب ده؟ ان انا في الاول خالص بدايه الترشيح دعوت رؤوس الاموال اللي موجوده في محافظه الفيوم او المال السياسي الفاسد، قلت لهم دعوا المال يصمت قليلا ولا يتكلم صاحب المال ونتكلم معا في مناظره علنيه. دعوتهم مناظره علنيه امام الناس تنظم عن طريق قصر الثقافه او اي جهه ثقافيه، ونطلع نتكلم وكل مرشح يدع ماله يصمت قليلا يعني. انت يا استاذ خالد انا عاوز كلمه واحده، هل انت اخوان ولا لا؟ لا لا انا مصري انتمي لهذه البلد. انا اسود. انت عمرك ما كنت اخوان؟ لا انت من اي تيار سياسي؟ انا كنت انتمي للحزب النصري فتره طويله جدا. نصري تمام. واحنا من اول افتخر ان انا ابن من ابناء عبد الناصر وتربيته الدكتور مصطفى سليمان الله يرحمه احد اقطاب النصريه هنا في الفيوم. تمام. لكن احنا لا ننتمي لاي اتجاه سياسي، واحنا نازلين على حقوق معينه.